بالمناسبة أوروبا أصل تسمية أوروبا جاءت من عروبة. من هي عروبة؟ عروبة كانت بنت أجينور، الملك أجينور، وأجينور كان ملك سور اللبنانية، ليست سور في سلطنة عمان. فعروبة كانت بنت ابنة ملك سور أجينور، وكذلك كانت أخت كادمس القادم الذي سافر هاجر أكشلي الذي ذهب إلى بلاده، لأن اليونان كانت جزء من الأمة العربية ومن الدولة العربية خلال آلاف السنين، وسوف نبين هذا بأن كل أسماء المدن اليونانية عربية. فقط أذكر ثيبس، مدينة ثيبس في اليونان هي من طيبة، على طيبة قوم الروح. طيبة كانت مدينة قبل اليونان، كانت اسم مدينة في مصر، ثم نفس الشعب تيمنا بهذا الاسم سموا، أطلقوا اسم طيبة على هذه المدينة التي ما زالت موجودة إلى يومنا هذا في اليونان. سوف أفصل في هذا الموضوع في الحلقة القادمة. فعروبة هي أخت القادم وبنت الملك أجينور ملك سور، وكذلك أخت فينيق. وفينيق ابن الملك أجينور. من هو فينيق؟ فينيق هو الأمير الذي سميت منطقة المشرق العربي وبالتحديد الساحل، ساحل البحر الأبيض المتوسط من لبنان إلى تركيا في يومنا هذا باسمه فينيقيا، نسبة لرجل، كما نقول إرم نسبة لرجل، كنعان نسبة لرجل، الدولة الأموية نسبة لرجل، الدولة الكنعانية نسبة لرجل، الدولة الأيوبية نسبة لرجل، الدولة العثمانية نسبة إلى رجل، وليس كما يزعم الخرافيون كما يزعم الخرافيون اليونانيون هي صدفات البحر ولون أرجواني والصبغة، خرافات. وسوف نظر بأن نفس